بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور أحمد الظاهري، أخصائي الأمراض الجلدية في مستشفى توام، حاصل على البورد الفرنسي في الأمراض الجلدية والتناسلية في سياق فعاليات مستشفى توام للحفاظ على سلامتكم تحت أشعة الشمس. فإننا ننصح بتجنب أشعة الشمس المباشرة من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء، وارتداء الملابس التي تغطي الجلد، وارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، كما ننصح بوضع الكريم الواقي من أشعة الشمس بشكل مستمر كل ساعتين إلى 3 ساعات. كما ننصح الأهالي بحماية أطفالهم من أشعة الشمس حيث أنهم يحتاجون إلى عناية خاصة. الوحيدة زيادة ظاهرة تسمير البشرة عن طريق التعرض المباشر للشمس أو عن طريق أسرة التجميل المنتشرة في الصالونات المختلفة في الإمارات، مما يزيد من مخاطر الإصابة بسرطانات الجلد، كما أنه له دور في شيخوخة الجلد المبكرة. فننصح بالابتعاد عن هذه الممارسات.